إذا مشاهدينا بعد ما تعرفنا طبعا على العناوين خلنا ناخذكم في جولة سريعة كالعادة في أهم الأخبار الصادرة في الصحف السعودية. خبرنا الأول بعنوان 65% من قضايا المحاكم هي قضايا طلاق وتراخيص ل 42 محامية سعودية. في التفاصيل، أكدت جمعية مودة للحد من الطلاق وآثاره أن نسبة قضايا الطلاق في المحاكم السعودية تبلغ 65% من إجمالي القضايا لدى المحاكم العامة، فيما علمت الحياة أن وزارة العدل قد زادت تراخيص ممارسة المحاماة الممنوحة للمحاميات السعوديات من 4 إلى 42 ترخيصا من جملة 2744 محاميا مرخصا لهم. إذن جميل، إلى خبرنا الثاني مشاهدينا وهو بعنوان منع المدارس الأهلية في الرياض من زيادة الرسوم الدراسية. في التفاصيل، حذرت إدارة التعليم في منطقة الرياض من أي زيادة في الرسوم الدراسية في المدارس الأهلية والعالمية ومدارس الجاليات دون الرجوع إليها وفق الإجراءات النظامية المتبعة. إذا مشاهدينا فعلا خطوة جميل، يعني تكلمنا في الخبر تقريبا مشاهدينا في بداية الأسبوع اليوم الأربعاء، جميل أنه يطبق لأن فعلا في زيادة بشكل كبير جدا وأحيانا تكون غير مبررة. وصلنا إلى خبرنا الثالث بعنوان وزارة الصحة توافق على الترخيص لممارسة الحجامة. في التفاصيل، كشف المدير التنفيذي للمركز الوطني للطب البديل والتكميلي الدكتور عبد الله البداح عن موافقة وزارة الصحة على الترخيص لممارسة الحجامة، وذلك بعد حضورهم لدورة تدريبية واجتياز اختبار المركز الوطني للطب البديل والتكميلي، إضافة إلى خلو المتقدم من الأمراض المعدية. يذكر أن الصحة اعتمدت 7 مفتشين للرقابة الميدانية على مراكز الحجامة وذلك بعد ترخيصها. إذا مشاهدينا طبعا الحجامة جزء من الطب الشعبي المتعارف عليه والطب البديل، لكن مثل ما ذكرنا البعض كان يمارسها بدون طبعا وجود رخصة أو بدون رقابة، اتصال هاتفي ويجيك البيت أو العكس أو حتى تجيك كسيدة، لكن الحمد لله الأمور صارت أكثر صرامة. وصلنا إلى خبرنا الرابع بعنوان إعفاء مدير مدرسة ضرب طالبين في جازان. في التفاصيل، أعفى المدير العام للتعليم في منطقة جازان عيسى الحكمي أعفى أحد مديري المدارس ونقله من مدرسته واستكمال الإجراءات الرسمية معه بسبب مخالفته للأنظمة والتعليمات، وذلك بضربه لطالبين من طلاب مدرسته في الوقت الذي تنص لوائح وزارة التعليم على منع الضرب في المدارس بشكل عام. وصلنا إلى الخبر الخامس بعنوان إحالة ممرضة صورت زميلاتها لهيئة التحقيق والإدعاء العام. في تفاصيل الخبر، أحالت شرطة الطائف ممرضة إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام اتهمتها زميلاتها بتصويرهن بجوالها داخل المستشفى، كما اتهمت بالاعتداء على حراس أمن المستشفى. يذكر أنه تم السماع لأقوال الأطراف الخاصة في القضية وأقاموا بإحالة المتهمة برفقة كامل الأوراق إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام. إذا فعلا البعض يتهاون بالتصوير، لكن هذا التصوير ممكن تكون عواقبه للي وصلت له هذه السيدة. مشاهدينا وصلنا إلى الخبر السادس وهو بعنوان خبر جميل مشاهدينا، السعوديون الأكثر رومانسية على تويتر. في التفاصيل، تصدر المغردون من الجنسيتين الإماراتية والسعودية قائمة الدول الأكثر رومانسية بيوم الحب، وذلك من بين 20 دولة تحدثت بحب في ذلك اليوم، واحتلت الإمارات المركز الرابع بينما كانت السعودية في المركز الحادي عشر، وذلك وفقا للإحصائية التي عمل عليها موقع The World of Love والذي يحلل تغريدات تويتر بأكثر من 100 لغة. ويلومونا يقولوا مو رومانسيين، لا والله في رومانسية إذا مشاهدينا، لكن طبعا الرومانسية واضحة على تويتر. أيضا مشاهدينا نذكرهم دائما هذول يعني شبابنا وبناتنا رومانسيين، خلوها طول السنة مو بس في يوم الحب. مشاهدينا أكيد فقراتنا مستمرة متنوعة، لكن بعد الفاصل. مجلة سيدتي هذا الأسبوع، لماذا تعيش النساء أكثر من الرجال؟ تعرفي على أغذية السعادة؟ هذه الكلمات لا يقولها الناجحون. سيدتي عالمك في مجلة. سيدتي نت، معك أثناء دراستك، معك في مملكتك. ومجلة سيدتي لكل فرد من عائلتك. سيدتي وموقعها الجديد لكم ومعكم كل لحظة. أنت متفوقة معها والطموحة معها، أنت السعيدة معها، الرابحة معها،
الشابة الدائمة، سيدتي، سيدة المجلات العربية. في سيدتي بعد الفاصل، آخر صيحات الطب التجميلي وشد الوجه بغرزة واحدة،